Nama aku mau tinggal di sini. Nama aku terus kota jadi ini. Halo? Nama kita tinggal di sini. Saya membawa waktu, saya tidak mau tinggal di sini. Terus bilang, mau sih mampu. Nanti mau, saya tidak mau. Nanti mau sih mampu. Bisa lah, aku bisa tinggal. Halo? Tapi itu juga selamanya. Waktu saya rasa ini, mendorong saya sampai sini. Ya, saya ini. Bahkan anda ini sekarang masuk ke sini sempat menghormati. Jadi saya kata mau dan saya kata sama aspirator dan Facebook. Sekarang nabi aspirator terus nama aspirator dia anu agak kecil. Tapi saya kata itu saya wajah. Ini kalau nama aspirator. Atau ini fungsi aspirator nah ini saya kata kita sampai dengan apa dan dojo. Pak? And TMG, right? Or that is, and I'm going to finish the articulator mechanical device that represents the TMG and the joint member, to which maxillary and mandibular cuff are attached to simulate different mandibular movements. عشان كده احنا اخذنا حاجة اسمها جوريليشن اخذنا حاجة اسمها mandibular movements قبل ما ناخد الارتكليتر. لان انا الارتكليتر بقى انا عايزة تسيميليت الحاجات دي اللي فوق اساسي عايزة انقلها على الارتكليتر صح؟ عشان الارتكيليتر يبقى الريليشن بين الابر واللور كف زي الريليشن ما بين الابر واللور ايه؟ جو والموفمنت بتاعت الارتكيليتر زي الموفمنت بتاعت الايه؟ الجو صح؟ عشان كده احنا اخذنا زمان الحاجات الايه او الحاجتين اللي فاتوا الفاكتور اللي بتاثر على المانديبلر موفمنت كده. في فرق بسيط ما بين الارتكيليتر مينلي وما بين الجو. احنا عندنا اللي بيتحرك في الجو المادلة ولا الماندبل؟ الماندبل ولكن في الارتكيليتر ايه اللي بيتحرك؟ المادلة ده اللي عشان الستابيلتي ده بس فرق اساسي ولو ان الارتكيليترز اللي سوفيستيكيتد قوي الحاجات الجديده بقى في حاجه اسمها اكون نون اكون بتبقى الموفمنت بارت هو اللي تحت خلاص؟ زي ما قلنا الفانكشن بتاعت الارتكيليتر ايه؟ الفانكشن بتاعت الارتكيليتر بقى زي ما قلنا هعطي الدلتا كاف عشان اعرف اعمل ايه؟ سيتنج للسنان مينتين ذا ديزاين جو ريليشن شيب صح؟ وفي حاجه اسمها كلينيكال ولا كراتر اللي معاهم بقى فاكرها الترم الاولاني صح؟ سمعت عن حاجه اسمها كلينيكال ونام ولا كراتر اللي معاهم دي بعملها برضه على ايه؟ الارتكليتر هناخدها في اخر الترم مش طيب ايه مميزات الارتكليتر؟ وانا اقدر اعمل سيتنج فوق بيشن بليز عشان شكلك اول مره تحضر ما تحبش تطور ولا سيتنج ولا ولا كده تمام؟ طيب اقدر اعمل سيتنج فوق بيشن الاستناد انا وصلت مع بيشنت ان انا خدت الدور اللي كان عشان انقلها على السيتنج واقعد اعمل سيتنج طب ليه ما بعملش سيتنج فور بيشنت؟ او ايه الادفانتج بمعنى اخر هي الادفانتج بتاعت الايه؟ الاكتيفيتي اولا هقدر اشوف الاوكلوجن من اللينجوال انا فور بيشنت اقدر اشوفه من اللينجوال ما اقدرش تاني حاجه ان البيشنت مش هبقى في اقصد اسمعني اكون انا بعمل سيتنج تالت حاجه بقلل الشيب في سلايفا في تانك في تشيك كل الحاجات اللي بعد اسمها انا بشتغل لازم اعوض السي بي اعمل من دبل ومثلا بتاعت الداتا بتاعت الارتكليتر عشان اتاكد ان انا السيتنج اللي عملته ايه؟ ان هارموني معاه تمام؟ هنقسم الارتكليتر بتقسيمه كبيره لثلاث اجزاء كبار خلاص؟ حاجه في سيمبل هيت اللي هو من السيمبل كده للسوبرفيكال حاجه في سيمبل هيت الارتكليتر وحاجه اسمه مين فاليو وحاجه اسمها ادجستبل ارتكليتر والادجستبل الاخراني ده بنقسمه لسيمي ادجستبل ونقول ايه؟ ادجستبل تاني الثلاث اجزاء بتاعي حاجه اسمها سيمبل هينج ارتكليتر حاجه اسمها مين فاليو او فيكس كومبايلر بارت هو ده نفس الاسم واخر حاجه اسمه ايه؟ ادجستبل الادجستبل ارتكليتر والادجستبل تاني ادجستبل فولي ادجستبل في فرق صغير ما بينهم هتكون بس طب لما نيجي نتكلم على كل ارتكليتر ايه الفرق ما بينهم؟ في حاجتين اساسيين هيفرقوا معايا ايه هما؟ الموفمنت اللي بيعملها الارتكليتر وذكرت ان الارتكليتر هياخدها تاني طب دي لما احنا قلنا في حاجه اسمها سيرفيس اوكلودنج ريليشن دي لازم كل الارتكليتر تاخدها خلاص دي مينيمم ريكوايرمنت بس في ريكورد شويه كومبليكيتد في حاجه اسمها بيج ريكورد سمعنا عنها مش هنقول بعد شويه في حاجه اسمه لاست ريكورد صح؟ بتدوس الريكورد قلنا وانا باخد الجو ريليشن مش بس السيرفيس الاخرانيه ممكن اخلي العيان كونكلوزيف يعني اخلي العيان ايه؟ يطلع المندل اللي قدام وممكن اعمل له يمين وشمال اخلي المندل اسمه لاترا بيرد مش كل الارتكليتر بتصحح كل الرجل تمام؟ تمام سيمبل كده احنا ليه خدنا مندل ده مهم؟ عشان نتفق ان احنا المندل مش ثابت صح؟
المانجمنت بتحرك قدام ورا ويمين وشمال. انا كل ما انا انقل كل الحركه دي من البيشنت للارتكليتر كل ما بقى اضغط ولا لا؟ عشان كده عملوا ارتكليتر موف ايه كومبليكيتد. في ارتكليتر هتاكسبت الريكورد المختلفه المؤقته دي وفي ارتكليتر بايه؟ لا على اساس كده ارتكليتر. يبقى انا من ضمن الفروق الاساسيه او اي ارتكليتر من اول نوع هنتكلم عنه لازم اعرف هو ايه ريكورد الايه؟ الاكسس خلاص؟ وعلى اساس وايه الموفمنت اللي هو بيعمله؟ يعني في ارتكليتر بتفتح تقفل بس اللي هو بتفتح تاني. في ارتكليتر بيعمل ايه؟ لاترال موف. هنقول بقى يبقى احنا لما نيجي نتكلم دلوقتي هنتكلم عن اربع انواع هنتكلم عن كل واحد نقول اربع حاجات. عشان هتديني هو ايه الريكورد اللي بياخدها؟ ايه الموفمنت اللي بيعملها؟ اسمه ايه الجامبل اللي اسمه تجاريه؟ خلاص؟ الجامبل اللي اسمه؟ شكله ايه؟ طب اول واحد السامبل هنج او ليه اسم تاني؟ بلين لاين ارتكليت. يبقى اول حاجه اسمهم ايه؟ بلين لاين او سامبل ايه؟ هنج. لما نتكلم على واحد يبقى عارفين احنا بنتكلم قلت الاسم التاني يبقى عارفين احنا بنتكلم عن انهي واحد. عباره عن ايه ده؟ السامبل ده هو الاقصر واحد عباره عن اكثر من روح كومبارتمنت وما بينهم سكرو. سكرو يعني ايه مسمار؟ مسمار عشان يفتح ويقفل المسافه ما بينهم عشان في حاجه اسمها فيرتيكال دايمنشن صح؟ العينين الفيرتيكال دايمنشن بتاعهم مختلف. ده هو عباره عن ايه؟ سمبل هنج ده ابر ولور كومبارتمنت واللي يعني ما بينهم سكرو عشان يوجهك الفيرتيكال سبيس ما بينهم تمام؟ هوريكم صوته بعد شويه. اسمه جالس ارتكليت ده نوع الارتكليت الاسم التجاري بتاعه. طب دي اكسبت اي ريكورد؟ ايه الموجه اللي بيسمح بيها؟ يفتح ويقفل بس ده لا بيتحرك يمين ولا شمال ولا في اي لبس خلاص؟ الريكورد بيقبل حاجه اسمها ايه؟ سنسك اوبلودنج ريليشن. دي قلنا ايه؟ مينيموم ما ينفعش احنا يعني دي اقل حاجه ممكن نعملها للارتكليت خلاص؟ ده اسمه ايه؟ سمبل فينج ارتكليت. شكله ايه؟ جالس ارتكليتر كان شايفين سمبل قد ايه؟ ده مو سمبل عن اللي انتوا بتشتغلوا بيه كمان. اللي انتوا بتشتغلوا بيه ده اللي هو النوع الثاني، الكاتيجوري الثاني، هو دي فاليو او فيكسس كلها لا دي تمام؟ طيب لما يعني احنا ادي اول نوع من الارتكليتر قلناه لما نيجي نتكلم عنه هنقول ايه؟ مجاريس لاسم تاني؟ ليه لاين باسم محبوب من ايه؟ كلوزنج باك صح؟ ايه الريكورد الاكسبتد؟ سيرفر اوبنينج ايه؟ ده نوع تاني منه ده بقى في الدال ايه؟ بس ده اه مين داني بس ده مش تقصد او جمهوريه الصوره تاني. في نوع تاني اسمه ايه ده اللي انتوا بتشتغلوا بيه؟ نفس المرتبه شويه الجروب التاني نوع ثالثه الجروب الكبار. اول سنت ناس تاني نوع اللي انتوا بتشتغلوا بيه التكاسل اسمه مين داني او بيكسس كونفايلر ايه؟ فاض خلاص؟ طيب فاكرين ايه هو كونفايلر فاض؟ فاكرين يعني ايه اسم كده؟ سمعتوا اسم جه منين؟ فاكرين يعني ايه كونفايلر فاض؟ بس رقم فايزه ايه؟ رقم فايزه صح؟ ديورنج ذا سيستم اتفقنا ان عندي ارتكل الارينس الانجليشن بتاعها مختلف من عيان لعيان صح؟ ودي فاكتور مهمني اصلي على المبنى صح؟ حتى المانجر بتاعي بيتحرك في اي اتجاه الواحد لو عنده الكنداله فاضه ستيب غير لو واحد عنده الكنداله فاضه ايه؟ فلاي صح؟ صح يا دكاتره؟ كنت بعمل خمس دقايق بس يعني ده فاكتور فاكتور في المدينه اللي موجود ولا لا؟ طب لو قدرت انقل الفاكتور ده للارتكليشن مش يديني موفمنت كويسه؟ يعني يديني موفمنت كويسه قريبه من بول بيشن ابق؟ طيب هو في الارتكليشن ده ما بننقلهاش عشان كده اسمه ايه؟ فيكس كوندايلا فوق هو بيطبقها على الادب من 30 ايه؟ ل 40 لا قول ادب الناس الالجوريثم فيه من 30 ل 40 خلاص هي فيكس بعد 32 ثانيه خلاص عشان كده سموه ايه؟ فكس الكوندايلا فوق. طب هو بيسمح بلاتنا الموفمنت؟ اه بيسمح هو نفسه بيتحرك بس بيتحرك اكوردنج لايه؟ لريكورد واخدان من العيان ولا اكوردنج للفكس الكوندايلا فوق؟ للفكس الكوندايلا فوق. انتوا الابسكريشن بتاعكم لو فكيتوا السكروت خفيف كده هتلاقيه بيتحرك يمين شمال وقدام لورا بس بزاويه زاويه ثابته بياخد ريكورد من العيان بيتنزل؟ لا ما ياخدش السكروت ريكورد ياخد لاترا ريكورد من العيان؟ ما ياخدش لاترا ريكورد لكن هو بيتحرك لا واضحه؟ طب بيتكلم من ايه لاترا الايفكت الكوندايلا فوق ده؟ اسم تجاري ليه جيسي او مهدي ارتكليتور جيسي ومهدي دول اسماء ليه الاولاني دول قلنا اسمه ايه؟ جاري الثاني اسمه ايه؟ جيسي وايه؟ مهدي ارتكليتور ده فيكس الكوندايلا فوق شايفين
هو ده الكل بقى اللي فوق. شايفين الجروب ده؟ بصوا عليه في الاسكليتور اللي معانا. شايفين مايل ازاي الجروب ده؟ الابر كومبارتمنت ممكن يتحرك كده، يبقى بيعمل لاترال موفمنت ولا لا؟ بيعمل. تاني انا لو كنت الكرو اللي هنا على الفتره كنت طويل كنت ممكن تعرفي كتير. وهنلاقي الابر كومبارتمنت بيتحرك قدام ورا. قدام ورا يعني بيعمل لاترال، يعني بيعمل هورزونتال موفمنت ولا لا؟ بس اكوردنج للايه؟ للانجل دي ثابته. صح؟ طيب بيكون من ايه؟ تو بوست كونفايلر انسولين كونفايلر بوست اللي هم العمودين اللي ورا وبوست قدام اسمه ايه؟ انفايزر فوق. خلاص التين دي اسمها انفايزر تين وده اسمه انفايزر فوق عشان اتلخبط. دي اسمها تيبل انفايزر ايه؟ تيبل وابر كومبارتمنت ولور كومبارتمنت. خلاص طيب تاني لما عايزين نتكلم عليه هنقول هنتكلم على اي ارتكليتور على اربع حاجات اسمه التجاري ايه؟ جي سي وماكس الريكوردز الاكسبتد لا دي الموفمنت مش عايزين نتلخبط ابدا بين الموفمنت اللي بيعملها الارتكليتور وما بين الريكورد اللي هو بي ايه؟ بيأكسبت واضح الفرق؟ هو بيأكسبت ريكورد معين ايه؟ سيرت كلودنج ريليشن اتفقنا من اي اسكليتر لازم ياخد سيرت ايه؟ كلودنج ريليشن اتكلمنا عنها المره اللي فاتت بياخد ديبوزيت؟ لا بياخد لاترال؟ لا بياخد فري بوريكوس؟ ممكن يعني في انواع منهم تاخد ايه؟ حاجه اسمها فري بوريكوس وممكن اخد خلاص؟ ده جهاز تاني هنشوفه بعد شويه بياخد ريكورد وممكن اعمل دي ماونتنج لاني كارت الابر كارت خلاص يبقى انا بعمل ماونتنج للور كارت في كل الارتكليتور بتسلمت اوكلودنج ايه؟ ريليشن تاني يا دكاتره انا بعمل ماونتنج للور كارت بايه؟ بتسلمت اوكلودنج ريليشن ماونتنج للابر كارت لا اما بونوي تراينجل اللي انتوا بتعملوها في السكاشن لا اما بايه؟ بالفيت بوريك خلاص الفيت بوريك مش كل الارتكليتور بتتاكسبت كان بيهن بيأكسبت لا المين فاليو بيأثر معظم يعني انواع خلاص طب الموفمنت اللي بيعملها لاتر واوبري نفسه حد ليه سؤال؟ الايه؟ بتاعت ايه؟ كوندايلر فاك يعني ايه كوندايلر فاك؟ المفروض ده كلام قديم بس رابط باي كونفايلر ايه؟ ديورنج ستيبلر موفمنت مش انا عندي كونفايلر بتتحرك مع الموفمنت المختلفه اللي قلناها طب الكونفايلر ده بيتحرك فين في الديفايس فوسطه وفي حاجه اسمها ارتكيولار ايمنت فاكرين؟ الشكل ده مختلف من عيان لعيان من بني ادم لبني ادم في ديفرنس صح؟ فده فاكتور مهم بيأثر لي على المانديبلر موفمنت زي ما خدنا قبل كده. في كمان حاجه اسمها سايكتر كونفايلر فوسط اللي هو قدام وورا في حاجه اسمها لاترال ايه؟ كونفايلر فورس لان الكونفايلر بيتحرك ايه؟ يمين وشمال وممكن قدام ورا، اللي قدام ورا ده بنسميه ثالث كونفايلر فورس، يمين وشمال بنسميه ايه؟ لاترال كونفايلر ايه؟ فورس. طيب تفتكروا بروتوسي بريكورد بيحدد السيرجيكال ولا اللاترال كونفايلر فورس؟ سيرجيكال برافو، يعني انا لما اخلي عيني اطلع لقدام ده بيتحدد الايه؟ ده اسمه بروتوسي بريكورد ان انا اخد الريكورد وهو عابد لقدام، لما عابد لقدام يبقى اسمه ايه؟ كالسيوم كونفايلر فورس طب لما عضل بالجنب رايت او لاترال لاترال بيحدد في لاترال ايه؟ كونفايلر فورس ده الفرق بقى ما بين الاثنين ارتكيتد الاحسنين اللي هنقولهم اللي اسمهم ادجست سيمي ادجست وفول ايه؟ ادجست السيمي ادجست ما بياخدش لاترال بياخد بروتوسي بس خلاص والتاني بيجيبها من الاكويشن لكن هو ما بياخدش ريكورد معين الفولي ادجست بالارتكيتد ياخد ايه؟ كله بقى طب نيجي نتكلم عن بعض الاسباب في البايبوليا الجاست بالاسكليت بياخد ايه؟ اول لما اسمهاش اوبن لما بنتكلم مش الموفمنت تاني ريكورد في الاكسبت هو بياخد ريكورد بين التاني الكولينج ريليشن نمبر 1 اي اكسبتر لازم ياخد صح؟ تاني حاجه تو ماونت الاب ده عشان تو ماونت اللور كارت طب تو ماونت الابر كارت هناخد انهي ريكورد؟ تو ماونت الابر كارت فين فور ريكورد برافو خلاص يبقى فين فور ريكورد عشان تو ماونت الابر كارت ثالث حاجه ياخد بوست بريكورد عشان هو ادجست ايه؟ سنتر كونفايلر ايه؟ جايدر قلنا في الاخر اسمها ايه؟ جايدر لاترال كونفايلر سوري لاترال ريكورد تو ادجست ايه؟ لاترال كونفايلر دايما باخد رايت حاجه اسمها رايت لاترال عشان هو ادجست ليفت كونفايلر جايدر وليفت لاترال تو ادجست رايت ايه؟ كونفايلر جايدر شوفوا قد ايه كومبليكيتد ده اخر ارتكليت احنا كده بنبصينا على الايه؟ ادجست الارتكليت خلاص؟
حد مش فاهم الارتكليتور من كده تقريبا خلصتها فنمشي عليه سريع كده لو حد في حاجه موقفات احنا ده خليكم البون التايم ده بعد شويه الادجستبل بقى احنا اتكلمنا على السيمبل هاند صح اتكلمنا على الفاليو صح نتكلم على ايه الادجستبل قلناهم من سيمي فولي اكوردنج لايه مين فيهم بياخد لاتر ريكورد واحد ومين لا خلاص الثاني ادجستبل بياخد من ضمن اكزامبل ليه يعني اسمه هانو موديل اتش ده نوع الارتكليتور اللي بنسميه ايه هانو فورم بياخد الفاجيتال كوندايلا صاف عن طريق بروتروسيف ريكورد تكوين في الكراكسنس فينومينا اللي قلناها زمان دي بايه لقوا ان فاكرين لما يعني ايه كراكسنس فينومينا ان لما طلع لقدام يبقى في سبيس ورا صح لقوا الاماونت اوف سبيس اللي طلع ده بيتناسب مع الاماونت اوف ايه كونكلايشن بتاع الفاجيتال كوندايلا ايه صح تاني انت لما بتطلع لقدام بيطلع فيه سبيس ورا صح مش اتفقنا عليه زمان ده وقلنا اسمها كراكسنس فينومينا طب السبيس جال من بني ادم ممكن يبان في سبيس صغير ممكن ناحيه تبقى عنده سبيس اكبر شويه اكوردنج لايه؟ ايه اللي بيخليه ايه الفاكتور اللي بيأثر الايه؟ عشان كده الفلوتيف ريكورد هو اللي بيحدد لي حاجه اسمها سيرجيكال كوندايلا فات انفلاميشن يعني انا على البيشنت على الاسيليت اسمها سيرجيكال كوندايلا ايه؟ جاي يبقى السيمي ادجست بالاسيليتور بياخد ايه؟ فلوتيف ريكورد امال اللاترال كوندايلا فات بقى او جايدنس بيتحدد ازاي؟ بحسبها في الكويشن دي طبعا بيمتني ادجست بالاسيليتور حاجه اسمها هانو فورميلا هنعمل لي ادجست للثاني ادجست عشان احدد الايه اللاترال كوندايلر جايد احنا عندنا الاتش دي اللي هي الهوريزونتال كوندايلر جايد تتم على 8 يجمعها على 12 دي اسمها هانو فورميلا دي تحدد انهي اللاترال كوندايلر جايد لان انا ما باخدش ريكورد من عليها في الثاني ادجست في الفولي ادجست باخد ايه؟ فول ايفرج خلاص؟ ده الفولي ادجست اتفقنا؟ الريكورد دي كلها في صفحه الفولي ايه؟ خلاص؟ حد ليه سؤال يا دكاتره؟ تاني انا بس دخلت الحاجات القديمه في الجديده وعارفه ان في ناس مش مجمعه لسه القديم بس سيمبلي كده احنا كل اللي دخلناه النهارده اربع انواع ارتكليتر صح؟ الباك الاساسي ايه هو الريكورد اللي بيأسسه؟ لان هما ايه كانوا سيمبل ده بياخد اول حاجه السيمبل هي بياخد ايه؟ سيمبل انجليزي تو ماونت اي كارت لو صح؟ امال طيب الابر كارت بنعمله ماونت بايه؟ يا اما بون وترينجل يا اما سيف بورنج خلاص؟ لو الارتكليتر مش بيأسس سيف بورنج بنعمله بايه؟ بون وترينجل اللي هي الطريقه اللي انتوا حطوها الاسبكت عارفين الاسبكت؟ عندكم سكاكه؟ هو ده ريبريزنت من بورنون ترينجل يعني ايه بورنون ترينجل؟ ده الماشنال ترينجل ماشي ما بين ايه وايه؟ ما بين التو كوندايلز وال 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 والكونتاكت بوينت بتاعته ايه؟ بورنون ترينجل اهو شايفين؟ ده واحد ترينجل كده ماشي ما بين اثنين يكون ضايف ورا اسم لاترال ترينجل تقريبا بيبقى 4 انش والتو الميد لاند والسوري والكونتاكت بوينت ما بين التو سيرفيس هو ده بنقله على الارتكليتور اللي احنا بنعمله بالاسف عشان نظبط عليه الابر ايه؟ اوريجن بلوك او سايد خط يبقى انا بعمل ماونت من الابر خط على الطريق مساله كده مش هقدر على البورد ترينجل او سين بورد امال ايه الارتكليتور اللي بتاخد سين بورد؟ سنت هي بياخد؟ لا لا المين فاليو؟ هو في انواع منه تاني الادجستبل ياخد الفولي والمي والمثال طيب يبقى احنا مين فاليو ارتكليتيك بقى ايه الريكورد في الاكسبتد؟ نعملها بجدول كده عشان نذاكر جدول ما بين الاربعه سنتريك اوكلودنج ريلي خلاص ده اتفقنا عليه اساسي في اي ارتكليتيك تو ماونت اللي ورقه ثاني ريكورد بعض الانواع كانت سبيس بو ريكورد تو ماونت الابر كارت او بوم ترايل ياخد ايه تاني ثاني ريكورد؟ بروتوسيف ريكورد تو ادجست ايه؟ سايكل كوندايلر ايه؟ جايدنس بقى، الاكسكريتور اسمها جايدنس، صح؟ طيب ياخد لاترال ريكورد؟ انا بتكلم على مين فاليو اصلا؟ مين؟ سوري انا بتكلم على الارتيريا ادجستمنت، ياخد؟ لا ما ياخدش خلاص؟ الفولي ادجستمنت هو اللي ياخد كله، رايت لاترال وليفت لاترال هتزودها معاك، مين فاليو؟ ما بياخدش كله، ما بيتحرك على ايه؟ فيكسد كوندايلر خالص عشان كده ايه؟
واضحه انواع الاسكليتات المختلفه دخلوا في بعض هما فاهمين ماشي. المين فايز حاطين بقى المكيتا بتاعتها ولا لا؟ لا حضرتك المين في بوركم من الابر الابر اه ابر كارد ما بياخدش بروتوس ولا لا؟ ما بياخدش بروتوس. هو بيسمح بلاتر الموفمنت عشان الايفكت كلها تفضل مثبته اللي هي اللي عنده في انجل مثبت بس اتفرجش فوق الابر خلاص. اهم حاجه الفرق ما بين الريكوردز ايه؟ هنسكت ما بين كل اسكيلتر واسكيلتر. خلاص كده كده؟ طيب. عرفتوا على حاجه اسمها اندكس او انسز واحنا بنعمل الكات؟ وبتكلم بقى على الفيسبوك؟ نوعين اساسيين ده كان حاجه اسمه كالفر لايف فايل دي شكل عكس شويه نوعين اساسيين واحد اسمه مانديلا تيل بو واحد اسمه ايه؟ مانديلا تيل بو ده ليه فانكشنز مختلفه عن ده خالص. ليه ده اسمه مانديلا؟ عشان بيأتاش للمانديلا اوكلوجن بلوك وده ليه اسمه مانديلا وأتاش للايه؟ حاجه ثانيه عشان ما تتلخبطناش مين فيهم اللي بعد دي ماونتنج للمانديلا كاف؟ المانديلا ماشي؟ والمانديلا بنعمل في سنس اوكلودنج ريليشن من ضمن الفانكشن بتاعته. انا ممكن اخد سنس اوكلودنج ريليشن بس مين اخد محاضره في الجيو ريليشن؟ قلنا في طريقه ان انا اخد التيل بول. انا التيل بول ما ده ايه؟ ده شكله جهاز عجيب كده. ده تفتكروا مجزله دي ده ولا المجزله؟ مجزله عشان ماسك في مجزله الكاست بنعمل دي ماونتنج للمجزله الكاست على الايه؟ الارتكيت. ازاي بيعمل ماونتنج؟ شايفين ده دي دايجرام موضح اكتر. ده ارتكليتر طبعا ماشي. ده الفيس بول هو الجهاز ده اللي هو ده وبيبقى فيه فورك طالعه ماسكه في الاوكلوجن بلوك في بق العيان. باخد ريكورد او ريكورد ما بين ايه؟ ريليشن شيب ما بين المجزله وما بين الروتيشنال اكسس والزمن وبينقل الريليشن دي من البيشنت للارتكليت. كما هو في انهي كاف؟ مجزله ليه طبعا. المجزله اللي الفيس بول اسم تاني اسمه كاينماتيك بيتكون من ايه؟ بيتكلم عن واحد واحد عشان ما نتلخبطش. ده حاجه وده حاجه وده ليه فانكشن وهذا. المانديبلا فيس بون اتكلم عليه الاول تمام؟ ده يو شيب فريم كلام عشان يمسك في المانديبل فريم كده وفي كلام ده ماسك في المانديبل هوريكم صورته بعد شويه. وفي جوينت بيمسك المانديبلا اوكلوجن بلوك جوه بق البيشنت بيبقى فيه فورك كده وتو كوندايلر روس يعني الفريم ده بيبقى فيه تو كوندايلر روس بيمسكوا ايه؟ بيتحطوا عند الكوندايلر. هنشوف شكل دلوقتي. طبعا شايفين ده؟ ده اسمه ايه؟ مانديبلر فيس بول عباره عن فريم يو شيب اللي هو جاي على الوش ناحيتين في كوندايلر روس تلمس هنا عند الكوندايلر خلاص؟ وفي فوق تمسك جوه ايه؟ في انا هيبقى كلام هنا عند الشين كلام عند الشين عشان نثبت الجلوجين بلوك وواحد فوق ثاني جوه فوق الشيش يتمسك في انهي جلوجين بلوك؟ عشان ده مانديلا فيس بول. طب ايه الفانكشن الاساسي بتاع مانديلا فيس بول؟ الفانكشن الاساسي حاجه اسمها تيرمال هينج اكسس فاكرينها؟ فاكرين تيرمال هينج اكسس؟ فاكرين لما قلنا الكونفايت بيحصل فيها روتيشن؟ روتيشن بيو روتيشن بتحصل اراوند ايه؟ هوريزونتال اكسس فاكرين؟ لما اقول لك كوبايت بت ايه؟ بتروتيت كده صح؟ طيب المانديبلا فيز بو ده بيعمل اكزاكت لوكيشن للترمينال ايه؟ هينج اكسس. اعرف هو فين بالظبط؟ انهي اكسس فين؟ هنا ولا هنا ولا هنا النقطه دي فين؟ فاكرين في طريقه الفتره دي القديمه اللي احنا نرسم ايه؟ كانت فيجاس لاين خطوها ونحط 13 مللي ان فرونت اوف ذا فيجاس دي اسمها ايه؟ ترمينال هينج اكسس. دي طريقه اسمها ارتكري. يعني ايه ارتكري بالعربي؟ عشوائيه صح؟ يعني بالاسف كده لكن انا مش اكيو مش اكزاكت لوكيشن لان ممكن يبقى في اختلاف معايا عليه صح؟ يعني ايه ترمينال هينج اكسس اللي انا هحدده ده تاني؟ ده الاكسس اراوند ريتش بيحصل روتيشن من الايه؟ الكومبارت. فبحدده بطريقتين يا اما طريقه ارتكري عشوائيه فانا مثلا في فيجر 1
وايه وحطوا نقطه 13 مللي فرانكس ده ايه سنجل فاللايكا دي اسمها ايه افيتامينات ده هي دي كومبايل حطوا النقطه دي ايه الثيرمال هيج اكس او الاكس اللي بيلف حواليه الكومبايل طب امال لو انا عايز احدده اكزاكتلي احدده بايه مندبلا فيتو طب ازاي بلاقي التيشن في الفيل كله يبقى شفته كده وخليه يفتح ويقفل بالراحه اللي هم 6 8 مللي واشوف الكومبايلر دي بتلف ازاي هتلاقيها بتلف بتعمل ارك يعني هي ارك زي فوق كده او هلال اروح مقربها شويه مستني واخلي العين تاني يفتح ويقفل الاقيها بترسم ايه برضه بتتحرك ايه ارك اقعد اقرب منها شويه لغايه ما تلف الاقي الكومبايلر رد اللي على دي بتلف فين؟ اراوند نفسها بدل ما تلف حوالين نفسها يبقى انا بتوقف عند فين؟ عند التيرمينال نيجي اكتف او روتيشن الاكتف بتاع الايه؟ كومبايلر واضحه؟ تاني بحددها ازاي بالمندبلر موفمنت بالمندبلر سيل بول ده عن طريق ان انا بلبس التيشن في السيل بول واخليه يقفل ويفتح بسيط طول ما الكومبايلر رد بتعمل ارك يبقى انا مش عند الاكتف اقعد اغير مكانها لغايه ما توصل ايه؟ انها بتلف حوالين نفسها، تلاقي الكومبايلر دي بتلف وهي ثابته في مكانها. المكان اللي هي ثابته فيه ده اسمه ايه؟ تيرمينال هينج اكسس، بعلم عليه بقلم يبقى ده الاكزاكت بوزيشن اوف تيرمينال هينج اكسس ولا لا؟ ماشي طب بحدده ليه؟ عشان انا بعد كده لما اجي استخدم المجزله اللي تيجي هقول. تمام؟ واضحه؟ يبقى هو ده فكره المجزله اللي تيجي طيب. لقوا ان العيان اللي هو في التيرمينال هينج اكسس مش مكانها بالظبط ده يبقى هو دلوقتي عند الايه؟ عند السنتر فيوريشن. يعني طول ما الكوندايل في الموست ريتروز بيحصل فيها بيور روتيشن في موست ريتروز بوزيشن او يبقى ده اسمه ايه؟ هو ده البوزيشن بتاع السنتر فيوريشن. يبقى انا برضو ممكن عن طريق الفيس بو ده اعرف السنتر فيوريشن ولا لا؟ خلاص؟ لا فاكرين لما خدنا جو ريليشن قلنا سنتر في كذا طريقه، ستاتيك اللي هي بواكس واخلي العيان يقفل وقلنا في فانكشنال ميثود قلنا في حاجه اسمها تريسرز وحاجه اسمها فيس بو. دي طريق ده المانديبولار فيس بول هو ده اللي يعمل ايه؟ يحدد لي السنتر ايه؟ خلاص؟ واضح يا دكاتره المانديبولار فيس بول؟ تاني ده المانديبولار فيس بول بيمسك في الايه؟ البيرفكت بالكلام يبقى شايفين هو حاطط ورقه هنا ازاي؟ عشان نشوف الكومبايلر ده خلي العين يفتح ويقفل لسه مني بس ونشوف الكومبايلر بكره بيلف ازاي. فبقى متاكد انه بيلف عند ايه؟ حوالين نفسه في نفس البوينت اللي هي دي ايه؟ تيرمينال هينج اكسس والبوزيشن ده هو ده السنتر فيه. خلاص؟ يبقى الفانكشن بتاع المانديبلا فيه فوق ايه؟ قلنا ده مختلف عن المانديبلا. المانديبلا فيه فوق الفانكشن بتاعته ايه؟ لوكيت اكزاكت لوكيشن للايه؟ تيرمينال هينج اكسس نمبر 2 ريكورد السنتر فيه. خلاص؟ نقلب على المجزله اللي بقى من فوق المجزله اللي هي فوق لاسم تاني افيتامين في نوعين فاشيا وايه بيس عشان حسب الغلط دي موجوده فين هو ليه غلط برضه حط يا اما نحطها هنا بنسميه فاشيا على الجلد يا اما نحطه جوه الودن في نوع بيتحط ايه؟ في الاكسترنال اوديتري ميزر فاسمه ايه بيس فيس بوك خلاص؟ بيتكون من ايه؟ ده منظر الفيس بوك يو شيب تري خلاص؟ يو شيب ايه؟ فريم برضه في فوق طالعه وفي حاجه اسمها انفرا اوبتيكال كونتر وفي حاجه اسمها كونتاير راس بتبقى كاليبريتد يعني كاليبريتد زي المنطقه خلاص؟ بيمسك الفوق بقى بتنزل تاني بوزيشن ضغط مجزله صح؟ بتنزل مجزله في ايه؟ في البو بس بنركز من عيان بالمنظر ده شايفين المنظر ده؟ هو ده في البو اهو ده فريم بعض ضغط المسطره دي تحس ان القرايه اللي هي بتبقى ناحيه زي القرايه الشمال عشان يبقى سنترلايز على الوش يعني لما اجي احطه على العين كده القرايه اللي هي زي القرايه الشمال وحاجه اسمها انفرا اوبتيكال بوينتر بتشاور على الانتيريور ماجن هنا وفي فوق برضه الطلعه دي بتبقى جوه فوق الديشن تمسك على الابر اكسلوجن دي بلوك ده عيان من ايدنشن فعشان كده هي واحد تاني بس انا بتمسك الكومبليت ايدنشن سيشن بتاعنا في الايه؟ في الابر اكسلوجن دي واروح شايله بعد ما قفلت كل السكروت على البوزيشن ده اروح جايبه المنظر ده اخرجه وانقله على الايه؟ ارتكليت واحط فوقيه الكاب بتاع مجزله الكاب يبقى انا كده عملت ماونتنج للابر كاب ولا لا؟ ازاي عن طريق ان جبت ريليشن ما بين تيرمينال هينج اكسس وما بين الايه؟ المجزله خلاص عشان انا سايب الجمله متعوضه شويه
ريليشن ما بين ايه؟ ماجزيلا اند التيرمينال ميجاكس، لان دي محطوطه فين؟ الفشل فيكو عند التيرمينال ميجاكس اللي انا حددته ازاي؟ المانديبولا فيكو او اسيت اللي هو 13 مللي على السنه. واضح يا دكاتره؟ الاثنين ده ريكورد اهو، ده ريكورد. شايفين دي كلها منظر ريكورد للفيز، وده هي فيز كيرف بقى، ما بيتحطش هنا بيتحط في الودن. بس نفس الفكره يعني. وبعدين بنقل الريليشن دي على ايه؟ على الارتكليت. شايفين؟ بحطه في اماكن معينه، ده ليه مكان على الارتكليت، طب ده لو انت كانت فوق فيز ليه مكان معين على الارتكليت، انفرا اوبتيكال بوينتر ليها مثلا على الارتكليت. وبعدين لو حاطه الاوكلوجن بلوك هنا واحط فوقيها الكبس واعمل ماونت. انا عملت ماونت من ايه؟ للابرشن. طب ايه بقى الاكسليتر الاكسليتر في البيك بو ريكورد ده؟ في انواع من ايه؟ في انواع من الفاليو والسيمي ادجستبل والفولي ادجستبل، كل دول بيكسبت البيك بو. ينفع اعمل الايفاليشن دي على السيمبل هيك؟ لا. ينفع اعمله على مين فاليو زي الفحص ده؟ مش هيكسبت في انواع من ايه؟ مش هتاكد. خلاص؟ شايفين المنظر؟ هو جاب الاوكلوجن بلوك وهو ماسك في الفوق ونقله على الاكسليتر وحط كاست وحط جبس، يبقى انا عملت ماونت من الابر كاست ولا لا؟ خلاص يا دكاتره؟ طب النهارده خدنا ايه؟ احنا انا سريعه؟ وقفوني اول باول، حاسس ان انا سريعه وقفني اول باول، ما تطولش حاجه. طب في حد ليه سؤال في الفيس بو طيب قبل ما ننقل؟ مجزرة ايه الفانكشن بتاعت المجزرة اللي فيه بوب؟ ايه؟ طب دي في الاسكليت بس خلينا واحدة فيس بو، حد ليه سؤال في الفيس بو طيب؟ قبل ما نقفله؟ طب نقول تاني فانكشن، اتفقنا ان المندبلر مختلف خالص عن الايه؟ مجزرة. طب ايه الفانكشن بتاع المندبلر؟ الاولاني اللي قلنا برافو، عشان نحدد السنسس ريليتد صح؟ وعشان اكزاكت لوكيتنج للترم ده ايه؟ امال ايه الفانكشن بتاع ماجزيلري؟ ايه؟ الفانكشن بتاع ماجزيلري ماونتنج بالابر كاست عن طريق انه ريكورد الريليشن ما بين الماجزيلري صح؟ والترمينال ايه؟ خلاص؟ حد ليه سؤال ثاني في الفيس بوك؟ نقل على اسكليتر؟ انت بتقول ايه الفرق ما بين ايه بقى؟ لكن الرومبنج دي حاجات قديمه في المندبلر موفمنت اتكلمنا عنها. انا دلوقتي الهورزونتال موفمنت يعني ثاني بقى ان الكوندايل بيتحرك في الجنون حقه في الارتكلر ايه؟ حركتي يبقى انا في المندبلر موفمنت اتفقنا في حاجه اسمها اوبننج وكلوزنج، حاجه بتكلوزنج وريكلوزنج دي هورزونتال قدام وورا صح؟ وفي حاجه اسمها يمين شمال دي ديفرنت مندبلر موفمنت صح؟ بس انا بتحرك المندبل في كل الاتجاهات دي. طيب البروتوسيس ده بايه فاكتور اللي بيأثر فيه؟ حاجه اسمها ساجيتال كوندايلر فاس. كوندايل بيتحرك في الجينوال فوسطه بتاعته الارتكيولر ايمنس قدام وورا. هو ده فاكتور يأثر لي على ايه؟ بروتوسيس والاوبننج كمان، وانا بعمل الاوبننج برضه الكوندايل بيتحرك على ايه؟ ساجيتال فاس، خلاص؟ لكن لما اجي ادي المنزل يمين شمال الكوندايل بيتحرك ايه؟ لاترال. يمين شمال. خلاص؟ يبقى في لاترال عشان كده اللاترال ريكورد غير الايه؟ بروتوسيس ريكورد. طيب ايه تاني كنت عايزه اقوله؟ دكتور ريكوردات مختلفه بين الارتكليتر كلهم. ايه؟ ريكورد بتاعت الارتكليتر. الارتكليتر، ريكورد في الاكسبت دي اهم حاجه. نقولهم من الاخر. الفولي ادجستبل دي اكسبت ايه؟ او من الاول سيمبل هاند ايه الفاكتور ايه الريكورد في الاكسبت؟ سنسيف اوكلودنج ريليشن بس شاطرين. طب المين فاليو؟ سنسيف اوكلودنج ريليشن وايه؟ لا الفكس الكومبايلر خاص هو فكس هو من ناحيه هو بيتحرك هو في موفمنت لكن مفيش ايه؟ ريكورد بياخدها من العيان ما باخدش عيان ريكورد الالم خلاص بياخد بس فيس بوك بعض الانواع بياخد سنتريك وياخد ايه؟ فيس بوك بعض الانواع طب امال الثانيه ده بتاخد ايه؟ سنتريك اوكلودنج ريليشن نمبر 1 ايه اصل كده سنتريك اوكلودنج ريليشن تو تمارس ايه؟ لور كارب او مانديبلر كارب. تيجي تمارس تمارس الابر كارب. ياخد تمارس الزيتون تو ادجست حاجه اسمها سالتا كونفايلر دايت. ياخد دكتور الريكورد؟ لا. لا.
بتكلم على الثاني. الفولي بقى هنزود عليهم رايت لاترال لاترال تو ادجست ليفت فروم بايلر دايركت وليفت ريفرنس تو ادجست رايت ايه؟ رايت لاترال فروم بايلر ايه؟ واضح يا دكاتره؟ طب انا بعمل ماونتنج ازاي؟ هكتب لكم بقى في اخر الشابتر الحاجات اللي انتوا اشتغلتوها في العمل. خدت حاجه اسمها انسز، عملتوش على القسطات اندكس. طب المفروض ان انا قبل ما اعمل ماونتنج بعمل حاجه اسمها ايه؟ اللي هو ايه؟ هي مش مهمه بالنسبه لكم عشان انتوا مش هتشتغلوا حاله، لكن واقع الامر لما هشتغل حاله بجد لازم اعملها، اللي هي اسمها ايه؟ جروب كده بعملها على ظهر القط واحط قبل ما احط الجبس. هو ده اللي انا بقول عليه، قلتولي لا. اوريكم شكلها بس. ليه بنعمل جروب على ظهر الكاس قبل ما احط الايه؟ الجبس. ليه؟ عشان بعد كده لما باجي اشيل بقى الماونتنج بعد ما اخلص سيتنج وهعمل بلاستنج بشيلها، يبقى في الجبس بحافظ عليه في البروجكشن دي. بعد ما بعمل البروسيسنج برجع ارجع الكاس ايه؟ مكانه على الارتكليتر عشان حاجه اسمها لاباراتري دي ايه؟ ريماونت. طب احنا كناه من الجبس، لا ما الجبس ما بنشيلوش بنسيبه لغايه ما نخلص الحاله لغايه البروسيسنج. هتفهموا السيكونس ده لما نوصل للبروسيسنج مع بعض. ما هو حسب الطريقه اللي انتوا بتعملوا بيها ماونت، يعني اي لاون سكشن هيوروكوا الطريقتين صح؟ شفتوا طريقتين؟ في طريقه الاسك، في طريقه اللي انتوا، وفي بالبليت، لا اما بالصلصال لا اما بالايه؟ بليت. انتوا غالبا بتشتغلوا بالبليت. المايك ده بس بايظ. انتوا عندكم ارتكليتر جديده البليت بتاعتكم موجوده؟ عشان اللي مش عارف البليت يعرف يشتغل بالصلصال. ليس كان هو العمود كده وفي حته بتحط عليه الاكل صفر وتحط معاه يبقى سهل يعني اسهل يعني ايه؟ دي من غير صنفار، صنفار مش اساسي. خلي الاكل يلزق في البيت دي. ايه؟ خلي الاكل مثلا يلزق في البيت دي. وبعدين نحط الجبس بطريقه معينه بقى يبقى ايه؟ لا ايدي تو ايدي الانتيريور يعمل الكتف كتير، هي دي الكريبتون كوتينوما اللي اكتشفها الاخ كريبتون. حاجه اخيره بس عايزه اوريها لكم طلبتوها المانديبلر موفمنت عشان هوريك لكم فيديو عشان تتعمل الموفمنت في اول محاضره والعدد كان قليل قوي، في ناس مش كتير. عارفين فصل جراس؟ سمعتوا عنه؟ متأكدة ما سمعتش. او شوفوا الفيديو وانا مش هشرح تاني، شوفوا الفيديو وانتوا لما تذاكروا هتفهموا. ايه؟ الكتاب موجود والله في الكليه من الاسبوع اللي فات، مستنيين بس برميشن ان احنا نديهم، فغالبا على بكره بكتير يعني. الاسبوع ده اللي جاي هتجيب انتيريور ساتر، هتكتبوا قدامه ده اهم لان هو في حاجات اللي هتتجاهل بيها. فعشان كده ما قلنا من الاسبوع اللي جاي المفروض ان لوحه تكاتب اللي احنا حاجه اسمها هنعمل حاجه اسمها فري لاب، يعني تشتغلوا في اي وقت. بره سكشن. مع سكشن ورا الدكاتره في اي وقت محدش هيقول لكم حاجه، الماونتن ده مظبوط علشان تيجي سكشن الجاي. احنا متفقين على كده من الاسبوع اللي جاي. خلاص؟ فصل كراس اللي هو ده اللي بيرسم المانديبولار موفمنت في السقف الايه؟ في البلين ده. جت منين الرسمه؟ اول اوبننج عن طريق ان هي حاطه روتيشن بس في الكومباين. تاني اول خط ده بس بيور روتيشن اللي هو اول 6 8 مللي. ترانسليشن قفل وبريبريزنت برضه من الهوريزونتال موفمنت اللي هو اول حاجه انا اكثر حاجه كونفوزيف اكثر حاجه انتيريور يعني. وبعدين ايدي تو ايدي وبعدين سنتريك اوكلوجن بعدين سنتريك ايه؟ ريليشن. خلاص عرفنا الرسمه دي جت منين؟ هو واحد عمل ايه؟ زي تريسنج من الحركه دي او من المانديبولار دي. ممكن خلاص؟ حضرتك وقت محاضره النهارده دكاتره ذاكروا بقى حاجات الرسمه دي عشان المره الجايه نسيب حاجات بسيطه. ما تكتئبوش يعني من الكل. خلاص؟
طلع لي جاي يكون معاكم الكتاب يكون متذكرين تمام عشان هسأل المحاضره المره الجايه خفيفه وهسألكم طب ليه ذاكروا الثلاث كباجر اللي اخدناهم دول.